في طبيعتي يعني لو دخلت بالليل مثلا ساعة جت وقت النوم وما عملتش حاجة في اليوم، بحس ان عندي تأنيب ضمير، مش عايز اليوم يخلص ومش عايز انام. حد فيكم بيحصل معاك لو بيحس ان هو اليوم ضاع منه ويجي وقت النوم يحس ان هو مش عايز ينام؟ سؤال حلو، حلو جدا. ممكن حد فيكم يحكي لنا بقى التجربة دي، يعني بيبقى حاسس بإيه؟ اتفضل. هو انا شغال مصور، ف مثلا مصور فوتوغرافي ويدنج دلوقتي. والله طب هجربك بعد اللي. فمثلا بيكون عليا اديت كتير، ف ويكون عليا كمان حاجات بقى، يعني انا بعلي اديت وحاجات تانية بقى تبع البيت تبع الكليه، حاجات بعيد عن الشغل الاولاد. انا بقى لسه مفيش اولاد اهو، بيقول سمعت الاولويات. لا الاولاد ازاي صحه والاولاد عاملين ايه زي الفل. المهم انا يعني بضطر حاجات، مثلا مامتي محتاجه حاجه، الكليه محتاجه حاجه، فبضطر ان انا اخلصهم. بعدها انا بالنسبه لي طبعا الشغل بتاعي اهم، فاكون انا خلصت الوقت كله وخلصت جه وقت النوم وانا لسه عايز اعمل ايديت. الناس اصلا عماله تزن عليا عايزين الصور عايزين الصور، فدي المشكله بقى، بكون نايم اصلا وانا بفكر في الصور، بحلم ان انا بعمل ايديت بقى وانا نايم. يا ريت والله كان الشغل في الحلم يبقى بتطبيقه في الحقيقه بيحصل. بس للاسف يعني عايزك كمان نشتغل في الحلم يا كريم. والله بتنفع يعني ساعات كان الواحد بيجي له افكار هايله وهو نايم. حد تاني كان عايز؟ عبد الله. غير عبد الله مين يشاطرنا تجربته؟ كان في ناس كلها رفعت ايديها بعد ما عبد الله ما اتكلم، ولقونا بننكش كده فيه ونقول له العيال وبتاع، راح كله راح نايم. ايه يا عم الاعلامي، مش كان عمال تحكي قبل الهوا لما اكلتنا؟ طيب لو احنا عايزين نقيم اللي بيحصل ده ممكن نربطه بحاجه مهمه قوي، ان احنا تنظيم الوقت بتاعنا لما ما بيحصلش وبتبتدي الامور تتراكم علينا يبتدي يحصل عندنا ضغط اللي هو بيتقال عليه ستريس. بعد الاستريس ما يفضل موجود فتره وما بيتعالجش يحصل عندنا ايه؟ حاله اكتئاب. اكتئاب يبتدي يزيد يروح في مراحل بقى ايا كان بيحصل ايه. فاللي احنا بنتكلم فيه مش حاجه خفيفه، واللي احنا بنتكلم فيه مش حاجه ملهاش لازمه او حاجه سنويه بنعديها كده وخلاص. احنا بنتكلم على الحاله النفسيه بتاعتك. عندنا هنا جزئيه مهمه في الكلام اللي انت كنت بتقوله، ان انت شغلك بالنسبه لك اهم، ولما بتعمل حاجه لماما بتساعدها وبتاع بتحس ان اليوم، يعني المفروض انا وجهه نظري يعني انك محتاج تغير رؤيتك للحاجه اللي بتعملها لماما، ان انت تبص على ده ان هو اتشيفمنت اصلا، ان انت حققت حاجه. لان مساعدتنا لاهلنا شيء قيم جدا، ده برك بوالديك، ده حاجه اساسيه جدا، لان الدنيا مش ماديه مش ارضيه بس. تغرب كده فانا الدراسه هنا من حبيبي يا ابني. طب ادي له حضن يا عمر كده هعيط يا عبد الله. انا قصدي مثلا اي حاجه بعيده تغرب، يعني انت يعني جاي من المغرب من الجزائر؟ لا انا مش شرقيه. لا ده بعيد قوي يا راجل. فيعني انا مش لازم حاجه البيت، يعني انا شايف عادي ان البيت دي حاجه اساسيه، ان انا لازم دي حاجه اساسيه في حياتي ان انا اساعد البيت، بس انا قصدي بقى اي حاجه ثانيه تشغلني عن الشغل. ما دي بقى انت ممكن تديرها، انا بتكلم في الحاجه الاساسيه، لان دايما الناس عمرو لما يجوا نتكلم في تنظيم الوقت اول حاجه، مش بتكلم عليك طبعا، بس اول حاجه تيجي في دماغنا ايه؟ طب انا مش غاسله الاطباق لماما، طب انا مش هذاكر لاخويا، طب انا مش هعمل، فيبتدي يكسر في الطلبات اللي جايه من العيله ويقول لك ما كريم قال ويروحوا لبسنا انا في الحيطه.